بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أنزل علينا سكينتك وأغشنا رحمتك وحفنا بملائكتك واذكرنا فيمن عندك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه سبع آيات في هذه السورة التي يقال لها الماعون وتسمى سورة أرأيت، لأن هذا هو مطلعها، وليس هنالك سورة عدد آياتها سبع آيات إلا هذه السورة على خلاف فيها مع سورة الفاتحة، والخلاف فيها هاهنا في قوله تعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. في مصاحفنا ومصحفنا برواية حفص، وحفص عن عاصم الكوفي، أهل الكوفة في مصاحفهم مصحفهم الذي أرسل إليهم في الكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه كانت هذه الآية وحدها الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، هذه الآية السابعة. وفي المصاحف الأخرى أيضا مصاحف أهل الكوفة والبصرة، المصاحف الأخرى مصحف الشاميين ومصحف المدنيين ومصحف المكيين الجملتان في آية واحدة الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن الآيات كم تصبح؟ ست آيات. أما سورة الفاتحة فقد اتفق العلماء على أنها سبع آيات، إلا أنهم اختلفوا في أين تكون الآية السابعة أو ما هي الآية الأولى. ففي مصحفنا البسملة آية هي الوحيدة من سورة الفاتحة، والبسملة في سائر السور لا يكتب أمامها رقم واحد. ثم بعد ذلك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه برمتها آية. لكن هنالك من القراء وهم كثير غير عاصم وابن كثير قرأوا، أو غير أهل الكوفة والمكيين الذين منهم ابن كثير، جعلوا البسملة ليست آية، وقالوا الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. أين الآية السادسة؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة. السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن اتفقوا على أنها سبع آيات، لأن الله تعالى قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومع هذا فقد اختلفوا في المراد بالسبع المثاني هاهنا، فبعضهم قال السبع المثاني هي السبع السور الطوال الأولى، ولكن في المثل هنالك مثل عربي يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كان الناس في زمن من الأزمان يستقون من نهر لرجل من العرب يقال له معقل، فنزل المطر يوما من الأيام فقيل لفلان يا فلان تعال اغترف معنا من نهر معقل، قال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة هي السبع المثاني، انتهى الموضوع، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فهي سبع آيات. هذه الآية هذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، وسبب الخلاف بينهم أنه ذكر فيها المرائين، والمراؤون هم المنافقون، وكان المنافقون في المدينة، والنفاق ظاهرة صحية إذا وجد في مجتمع فاعلم أن هذا مجتمع قوي، وأن الدين الذي فيه أي دين فهو دين قوي، لأنه لا ينافق إلا من هو خائف، لأن السلطة فيها قوة
فلما كان الإسلام ضعيفا أو كان أهله ضعفاء في مكة لم يكن هنالك منافقون، إنما كان المنافقون في المدينة حينما قويت شوكة الإسلام. فذكر المرائين في هذه السورة، وسوف نعرف بعد ذلك ما المراد بهذا على الوجه الصحيح أو الرجيح. وتستطيع أن توجد رابطا بين هذه السورة وبين التي قبلها إن أردت، فإن الله تعالى قال في آخر سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ثم قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يطعمه من جوع، مع أن الله تعالى قد أطعمه من جوع ولا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين. واستفتح السورة بهذا الاستفهام الذي يجعل المستقبل الكلام يستعد بطريقة أخرى، فقال: أرأيت الذي يكذب بالدين. والرؤية هنا يمكن أن تكون بصرية، لأن هنالك حوادث وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من الوليد بن المغيرة ومن العاص بن وائل ومن غيرهما، إذ كانوا يدعون اليتيم يدفعون اليتيم. فيمكن أن تكون الرؤية ها هنا بصرية، ويمكن أن تكون الرؤية علمية، أي أعلمت بالذي يكذب بالدين، والدين معناه الجزاء والحساب، أو الدين الإسلام، والدين يأتي في اللغة العربية بمعنى الحكم، كما قال تعالى في سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك. لكن ها هنا المراد إما أن يكون الإسلام أو الجزاء والحساب الذي هو يوم القيامة، ونحن نقول في كل صلاة: مالك يوم الدين الذي هو يوم القيامة. فهذا يكذب بالدين. طيب ما علامته؟ شيء غريب. كان المخاطب ينتظر أن يقال هو الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله ولا يؤمن باليوم الآخر، ولكنه قال شيئا آخر ما كان في الحسبان ولا يتوقعه السامع، إذ قال: فذلك الذي يدع اليتيم. وهذه ليست مسألة عقدية، يدع اليتيم بمعنى أنه يدفعه دفعا بقوة، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إلى النار بقوة وبسرعة. فهنا قال عنه إنه يدع اليتيم، وفي قراءة: يدع اليتيم، أي يتركه ويهمله ولا يعبأ به ولا يكرمه، كما قال تعالى في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقال في السورة التي بعدها: فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وهنا قال: فذلك الذي يدع اليتيم. اليتيم هو من تركه أبوه، مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، واللطيم من مات أبواه، ومن ماتت أمه فقط يقال له العجيل. فهذا اليتيم قد تعارف الناس على أن اليتيم في غالب أحواله أن يكون مسكينا، وأنه يحتاج إلى معونة ومساعدة، لكن هذا الأمر في الغالب وليس على كل الأحوال. ولهذا لم يكونوا اليتامى من أصناف الزكاة، لأن الصدقات لثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. اليتيم قد يكون من أغنى الأغنياء، مثلا لو مات الراجل وترك ابنه الصغير مثلا، أو أغنى الأغنياء في الدنيا وترك أبناء الصغار، هم يتامى ولكنهم لا يدخلون لا في الفقراء ولا في المساكين. لكن الغالب في أحوال اليتامى، لأن الناس من قبل ما كانوا يجمعون المال ويدعونه في البنوك، الإنسان عنده قوت يومه في الغالب أو قوت عامه، والأغنياء قليل، فإذا مات ترك يتامى، وهذا هو الغالب عند العرب وهو الغالب في أحوالهم. فقال: فذلك الذي يدع اليتيم، يدفع في نحره إذا جاء. وقد ذكر عن أبي جهل أو عن العاص بن وائل أنه جاء إليه يتيم فدفع في نحره،
وهذا منظر مؤثر يؤلم القلوب ويدل على أن الرحمة منزوعة من القلب، وإذا نزعت الرحمة من القلب بقي القلب قاسيا، وهل خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية؟ فإن الرحمة إذا نزعت من إنسان فلا خير فيه بعد، وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء. هذه صفة من صفات هذا الذي يكذب بالدين. طيب إذا كان يؤمن بالله ولكنه يفعل هذا، وهذا قد يوجد في الناس، هو مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكنه يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هل هذا يكذب بالدين؟ هذا كالذي يكذب بالدين، هو مسلم وهو في حكمنا وفي الحكم الشرعي هو مسلم ولا يكفر، لكنه هو في طريقه إلى التكذيب بالدين، وحاله كمن كحال من يكذب بالدين. وإلا لو كان الله تعالى في قلبه وكان مستحضرا لليوم الآخر وأن الله تعالى سوف يلقاه أو سوف يلقى ربه يوم القيامة فلن يكون منه هذا التصرف. ولهذا جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في تلك الحال لا يمكن أن يكون مؤمنا، هو مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله لكنه نزع الإيمان من قلبه في ذلك الوقت. وإلا لو كان مستحضرا للإيمان ومستحضرا لما لشرع الله تعالى ولأمر الله تعالى ونهيه في هذا المقام ما فعل ذلك. فكثير من الناس يأخذ من الدين ما يصلح له ويترك الشيء الذي لا يوافق هواه، وإنما تكون معاصي الناس من اتباع الهوى، فهذا اتبع هواه في هذا الجانب، قد يكون مصليا محافظا على صلاة الجماعة محافظا على بعض الشعائر التي فيها جهد بدني، لكن فيما يتعلق بالمال لا، الأمر مختلف، فهذا في الحقيقة لم يصلي صلاة حقيقية. وإلا لو صلى صلاة حقيقية كما قال الله تعالى عن الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لما وصل إلى هذه المواصيل. ولهذا قال بعد ذلك فويل للمصلين، هؤلاء مصلون ولا يكذبون تكذيبا ظاهريا قطعيا بيوم الدين في الأصل، ولكنهم كالذين يكذبون بيوم الدين وهم يصلون، ولكنهم في الحقيقة صلاتهم قد ذهبت روحها وذهبت يوحها ولم يبق إلا جسدها حركات وتكبيرات وأفعال فقط. فهذا يدعو اليتيم ولا يحض، ما هو لا يطعم، لا يحض حتى لا يأمر، لا يدع رحمة الله تأتي، فلا يحض بمعنى لا يحث على طعام المسكين، ولكن الحض أقوى من الحث لأن الضاد أقوى من الثاء، ولا يحض على طعام المسكين. والمسكين فيه فرق بينه وبين الفقير، لابد ما دام أن الله تعالى قد فرق بين ذكر الفقراء وذكر المساكين، إذن الفقير شيء والمسكين شيء آخر لابد، وإلا فما معنى التكرار في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ لا، ليس بتكرار. الفقير هو إنسان لا يجد ما يكفيه، وهو مأخوذ من فقار الظهر، كأنه لم يبق إلا فقار ظهره خلاص جلد على عظم، ومأخوذ أيضا من القفر، الأرض القفر التي لا شيء فيها، قفر وفقر، هذا من الاشتقاق الكبير في اللغة العربية، فهو ليس عنده شيء. ولكن هذا الفقير قد يبدو لك أحيانا بزيه وهندامه وملبسه وكلامه ولغته أنه غني، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يظهر، وقد يكون هو من أناس أشراف، وقد يكون من طبقة عالية ولكن أصابتهم جائحة، أو يكون من أبوه غنيا ولكن افتقر، فلا يظهر عليه الفقر في الأصل وليس عنده ما يكفيه. أما المسكين فهو في ظاهره وفي باطنه، ولكن الفقير في الغالب يكون أكثر حاجة من المسكين. ألم تر إلى أن الله تعالى أخبر عن المساكين الذين في سورة الكهف بأن لهم سفينة، لكن هذه السفينة لا تكفيه،
لحاجتهم، لعلها تسد الرمق، لكن هنالك بعض الحاجيات يحتاجونها فلا يستطيعون أن ينفقوا عليها. فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالمسكين هو في درجة بعد الفقير ويعرف من حاله، كما نقول عن مثلا ذرية ضعفاء أو أناس ضعفاء: هؤلاء مساكين، لأننا نعرفهم ونسمع عنهم وفي ملبسهم وهيئتهم هم مساكين. فقال: لا يحض على طعام المسكين. وهنالك من العلماء من يقول إن المسكين قد يطلق في مكان في موضع الفقير والعكس، فهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا نفرق بينهما. الإسلام معروف والإيمان لا بد أن يكون من القلب، أما الإسلام مجرد الشهادة. طيب: ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلين، ونقف نقف ما في مشكلة، لكن هنالك شيء ممنوع وهو القطع، أن تقف على الكلمة وتذهب، والسامع سمع فويل المصلين وخلاص، مثل لا تقرب الصلاة، سمع قائلا يقول أو قارئا يقرأ لا تقرب الصلاة وترك وأنتم سكارى، فترك الصلاة، لا يصلح هذا القطع أو الوقف القطعي النهائي، لا يجوز. لكن تقف لأنها رأس آية، قف، ما في مشكلة. فأحيانا يكون الكلام موهما إذا قطعه المتكلم، فإذا وصله بعد ذلك ذهب الإيهام. هذا له في اللغة العربية وفي القرآن ما يشبهه. قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا، لا يسمعون فيها لغوا، ثم قلت إلا سوف ينتظر السامع أن هنالك شيء من اللغو يسمعونه، لكنه قال شيئا آخر بأسلوب يقال له تأكيد المدح بما يشبه الذم: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وفي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما في سورة الواقعة، تلك في سورة مريم. وفي الشعر يقول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من كراع الكتائب. يقول: لا عيب فيهم، لا عيب في هؤلاء الشجعان إلا أن سيوفهم بهن فلول من كراع الكتائب، بهن شيء من الآثار، هذه السيوف من كثرة الضرب. طيب هذا مدى، لعلكم تذكرون شاعرنا في الجنادرية كان يمدح الملك عبد الله، فذكر اسم الملك ثم قال: ملعون 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 من يعاديه. لما حينما قال من يعاديه ذهب الإشكال، ولا تأهب المجتمعون الذين حوله. ففي اللغة العربية لا يجوز للإنسان أن يقطع الكلام لا في الذوق ولا في اللغة ولا في أي لغة أصلا، أن تقف على كلام موهم وتذهب. بل إن هنالك يعني بلغ الذوق بالقراء أنهم يقولون إنه لا يحسن للقارئ أن يقرأ قوله تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، ويقف، لا بد أن يتبعها مباشرة بقوله: وإنهم لكاذبون. لا يتركهم يتهنون بهذا الكلام: من إفكهم ليقولون ولد الله، يعني الله ولد، ولد فعل ماضي، ولد، وإنهم لكاذبون. فهذا من الذوق العالي الكبير في، والقرآن كله ذوق. القرآن إذا ذكر أزواج الدنيا لا يذكر الحور العين، إذا نعم لا يذكر. إذا ذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة وذكر الأزواج وقال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ذكر ذلك في سورة ياسين وفي سورة الزخرف وفي سور أخرى، لا يذكر الحور العين، مع أنه ليس هنالك غيره في الجنة، والنساء لا يغرن ولكن يغرن في الدنيا، فلم يذكر هذا. إما أن يذكر الحور العين وإما أن يذكر نساءهم وأزواجهم في الدنيا.
فهنا بعض الشعراء أراد أن يستغل المسألة في هذه السورة، فقال: دع المساجد للعباد تسكنها، وطف بنا حول خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين، لأنه أخذ ببعض الكتاب وترك بعضه ولم يكمل الكلام. المصلون ها هنا الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قد يكون هذا وصفا للمكذبين بالدين حقا، وهم المشركون من أهل مكة، وكانوا يصلون، والصلاة موجودة من أيام آدم، وكل أهل عبادة يعبدون بشيء يسمونه الصلاة، لكنهم كانت صلاتهم كما قال الله مكاء وتصديا، وكانوا يصلون ويركعون ويسجدون أيضا. وفي عند أهل الكتاب في صلاتهم ليس فيها ركوع ولا سجود. فهؤلاء المصلون يراؤون بصلاتهم حتى وهم مشركون، لكنهم يتفاخرون بهذا، ولذلك تصاحب صلاتهم أو يصاحبها مكاء وتصديه للمراءة وللمفاخرة. وقد تكون الآية في المنافقين الذين هم يراؤون، ومن شأنهم أيضا أنهم يمنعون الماعون. والماعون بين المفسرين خلاف كبير وطويل عريض في هذا الماعون، والظاهر من هذا اللفظ أنهم هم الذين يمنعون الأشياء التي تعين الناس وينتفع الناس بها من الأشياء التي لا ينبغي للإنسان أن يمتنع من إعطائها لأحد، لأنها من الأشياء السهلة واليسيرة. وذكروا أمثلة كالقدوم والفأس والإبرة، ونحن الآن يمكن أن نمثل بشاحن الجوال، مصباح، لمبة، موصل كهربائي، اشتراك للسيارة، قلم للتوقيع، ومن هذه الأشياء. هذه أشياء لا تضر إذا بذلها الإنسان. هؤلاء يمنعون الماعون. وهنالك من المفسرين من قال الماعون هو الماء، لأن العرب سمت الماء الماعون. وهنالك من قال هو الطعام، وهنالك من قال هو الزكاة، لأنه يقال أيضا له الماعون. وهنالك من قال الماعون الطاعة، أي يمنعون طاعتهم فيمتنعون عن الطاعة للمولى سبحانه وتعالى. وهنالك من قال أشياء أخرى. والظاهر أن كل من يمنع ما ينتفع به حين الحاجة إليه قد يكون هنالك شيء كبير جدا، وهذا الإنسان الذي جاء يحتاج إلى هذا الشيء، ولو لم تعطيه لمات. كان يكون لديك طعام أو ماء وطلبه منك، له أن يقاتلك عليه إذا لم تعطه، إذا كان نعم إذا كان في حاجته. بل إن الماء أصلا لا يجوز أن يمنع في جميع الأحوال، الماء والكلأ والنار كما جاء في الأثر، وخاصة الماء. ولهذا جاءت أحاديث صحيحة في النهي عن بيع الماء، لا يباع الماء. الله تعالى خلق في الكون أشياء وجعلها مبذولة لكل أحد، الهواء ولله الحمد لا يستطيع أن يملكه أحد، ولو كان في ملك الناس لمات الناس. ثم جعل في الدرجة الثانية وبه حياة الناس أيضا الماء، ونهى الشرع عن بيعه إلا في أحوال من أجل نقله، من أجل تبريده، من أجل تحليله، من تحليته إلى آخر ذلك. أما أن يكون عند الإنسان مثلا بئر واحتاج الناس إلى هذا الماء من تلك البئر وهو يكفيه ويكفيه، لا يجوز له أبدا أن يمنعه، ولا يجوز له أن يبيعه، لا يبيع هذا الماء. ثم يأتي بعد ذلك في الدرجة التي بعدها الطعام، والطعام يجوز الإنسان أن يبيع وأن يشتري، لأن الناس قد يستغنون عن الطعام مدة طويلة. فالحاصل أن هذه السورة فيها ما يرشدنا إلى التكافل الاجتماعي، وفيها ما يلفت أنظارنا إلى أن الإسلام يجب أن نأخذه كله بأوامره ونواهيه وبالأمور المتعلقة بديننا وعبادتنا وبالأمور المتعلقة بمعاملتنا.
وفيه أيضا ما يثبت بأن ديننا مكون من شيئين، من حق لله وحق للعباد. ومن ترك حق الله فقد كذب بالدين، ومن ترك حق الناس فهو كالذي يكذب بالدين وهو في طريقه إلى ذلك، لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه؟ هو إذا كان بهذه المنزلة فهو ليس بمسلم حقا، ليس بمؤمن أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. نعم، تبغى تفسير جديد؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نعمة الله تعالى أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، وإنما قال عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم، بأن يتركون، بأن يؤخرونها، بأن يؤخروها عن أوقاتها، أو أنهم يصلون لكنهم يصلون صلاة الغافلين، وهذا هو حالهم، هم يصلون. هذه الآية ليست في غير المصلين، بل هي في المصلين، ولكنهم مصلون وليسوا بمصلين. هم مصلون لأنهم يؤدون حركات وسكنات وركوعات وسجودات، ولكنهم في الحقيقة عنها غافلون. وقد تكون منهم من يرتقي إلى درجة الرياء فيصلي لغير الله، ومنهم من يكون في درجة أدنى من ذلك فيصلي لله سبحانه وتعالى، ولكن صلاته فيها ما يشبه الرياء، مشوبة بالرياء، ليست تلك الصلاة من أولها إلى آخرها كلها شرك، يصلي لغير الله. وهذا يصلي ولكنه يراعي الناس ويراعي أحوال الناس، فهو ساه عن روح الصلاة، وساه عن الإخلاص في الصلاة، وساه أيضا كذلك من ناحية أخرى إذا كان من الذين يؤخرون هذه الصلاة عن أوقاتها. لكن إذا أخذنا الآيات هكذا بجملة: المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، لا تجتمع هذه الصفات إلا في أنواع من الناس. أما في مشاركة هؤلاء في هذه المسألة فإننا نسأل الله السلامة. قد نشاركهم في السهو مثلا في أمر الصلاة، إما في قلة الخشوع أو ذهاب الخشوع أحيانا بالمرة، أو في عدم العناية الكاملة بهذه الصلاة، أو عدم إقامة الركوع والسجود إقامة تامة، إلى غير ذلك. فكل من كان فيه شيء من هذا فقد أصابه شيء من هذه اللوثة التي جاءت في هذا السياق، الذي جاء بسياق الذم، وجاء أيضا بسياق التهديد والوعيد الشديد في قوله: فويل للمصلين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.